صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب تجديد العقد إذا حصلت الردة والعياذ بالله قبل الدخول؟ وإذا دخل الرجل يقول أحسن الله إليكم: هل يجب تجديد العقد إذا حصلت الردة والعياذ بالله قبل الدخول؟ وإذا دخل الرجل وهو جاهل للحكم ولم يجدد العقد فماذا عليه الآن؟ نعم، يجب تجديد العقد، لأن الفرقة قبل الدخول ليس لها عدة، الرجعة إنما تكون بالعدة، وهذه ليس لها عدة، فتبين بمجرد ما يحصل منها فسخ للزواج، فلا بد من عقد جديد. نعم.